يتجاوز 1200 هكتار ما بين أراضي سلالية وأراضي الجموع. المتضررين كيقولوا بأنهم كانوا ضحية لعملية نصب منسقة من طرف شركات خاصة وعداتهم بالانتفاع من أراضيهم مقابل السماح بإقامة مشاريع فلاحية فيها. الشركات كيوقف وراءها شخصيات نافذة، منهم على سبيل المثال البرلماني ووزير السابق محمد مبديع. خصوصا أن هاد الشخصيات كانت كتوظف اسم الملك من أجل الضغط على الممتنعين من تسليم أراضيهم. ولا حكينا المشاريع وكان الخدمة نشوفوا إيه سبحان الله، ما كاين هاد البلاد سايبة، ما فيها مؤسسات، ما فيها تفتيشيات، ما فيها مراقبة، ما فيها محاكم مالية، ما فيها تتبع، ما سبحان الله هذه سايبة. رئيس بلدية قيبرص له ملف معروض أمام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار البحث القضائي الذي جري في هذه القضية، وكذلك له تقارير رسمية، هذه التقارير تشير إلى وجود اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالتدبير العمومي لبلدية قيبرص. راني تيخون وراهم في الحبس، انا تنخدم داخل سخون مع راسك. انا جاي من ارض المعارك، واللي عنده عن عليا قدك اش وقر فيا زعما حن فيها سبحان الله. العربي نعينيعة احد ذوي الحقوق اللي كيتجاوز عمره 90 سنه، هو احد ضحايا وعود الشركات اللي استولات على 300 قطار من الاراضي قبل ما يواجه المبديع بمصير الارض اللي اصبحت مطرح النفايات. اما محمين نايدين اش كيتجبدوا زعما محبه تاع البلاد. هاد الفقيه من صالح اصليين تيقولوا بان الحاله ديالهم رجعت اكفس مما كانت عليه هذه 20 عام. وعلاش كيصوتوا عليا باواتهم؟ كيقولوا ما كيصوتوش عليك. وكيفاش كننجح؟ والله اعلم. الحسد والبغض، ولكن انا مسامح لهم، ما نديرش فيهم، وحنا راضيين نصالحوا وغادي يفهموا، واللي كانت نيتو حسنه غادي يعتذر. واحد الحاجه خطيره كيستغلوها موالي اصحاب هادي، واقولوها واتحمل مسؤوليتي، لان هاد البلاد فاش جاوها قالوا بانهم كانوا كيقولوا بان هاد البلاد بغاها سيدنا، واش سيدنا كيجي ياخذ ديال الدراوس؟ هذا راه عار، حشومه باش تلصق في سيدنا بحالك، واللي جايين نطالعوا حنا لا علاقه بسيدنا. وهادشي اللي كديروا راه مزلكم، شحال غادي يخرج عليكم؟ كون الشرفة لا بلاش ايمان. السيد المحافظ اللي هو حافظ هذه الارض هذه ديجا راه كان في الحبس، هو وسي عدولات تزور الوثائق. احنا هاد الناس هادو ما كانش نزهاء وفوتوا الارض، وحنا هنايا الساكنه ديال الكريفات حنا راه ما نتخلوش على متر في الارض، حنا بغينا القانون كما تيقولوا دوله حق القانون، حنا بغينا دوله حق القانون. شرب قهوه على حساب السير، شرب قهوه دابا انا باغي دابا تدير لي السكاته بالقهوه دابا ولا شنو؟ صافي جلس. بعبيد البيضه تيكشف لينا تفاصيل تواطؤ خطير بين المجلس البلدي الفقيه بن صالح للاستيلاء بطريقه غير قانونيه على مساحات كبيره من هاد الاراضي السلاليه. اجي انت ما درتيش مع البقعه ديالي يا صاحبي. اوليدي خالي ملي تجمع راسك وتكون ناضي هنا معك، ولكن سد فمك كوناني، المهم انا البقعه ديالي ناخذها وصافي يطلع. يتم تيبغيو مثلا يديو شي ارض السلاليه تيسوقوا هاد العبارات يعني عبر الاجهزه ديالهم اللي هما المنتخبين ديالهم ولا دوك اللي تابعينهم ولا سميتو، بان هذيك الارض راها يعني راه ديال الملك مثلا، باش الناس يعني ما تدافعش على الحق ديالها ولا سميتو، يتم الانتزاع ديال هذيك الارض بحجه يعني راه ديال الملك مثلا ولا راه ديال سميتو، تيطلقوا هاد الاشاعات هذه بحال هكا. وكاينه طريقه اخرى بانهم تيتقدموا على اساس بانها مثلا باغين يديو هذيك الارض يعني في اطار المنفعه العامه، بينما هي تكون غير شركات ولا اصحاب نفوذ هنا ولا الناس لاباس عليهم دايرين شركات، وتديو هذه الارض باسم يعني الدوله في اطار المصلحه العامه ولا المنفعه العامه، ومن بعد يعني تيديروا بها هما من تيقتنيوها مثلا من الاملاك المخزنيه باسم المنفعه العامه، تيديروا فيها تيحولوها مثلا يجدوها في عين الواقع تلقاوها بانها مثلا تحولات الى مشروع يعني مثلا سكني بامتياز، كان اي واحد شرا شي بقعه بثمن عادي، اي مستثمر عادي يعني تيستغلوا ديك المناصب ديالهم باش يستحوذوا على هاد الاملاك ديال الدوله والاملاك الشعب ولا الاملاك المخزنيه باش يمروا
واحد سميتو يعني ابخس الاثمان يعني تيكون واحد الثمن يعني رمزي لانهم تيقترحوا المشروع بحجه مثلا السكن الاقتصادي ولا السكن الاجتماعي ولا محاربه البنية العشوائية ولا كذا. اطار الشفافيه ومحاربه الزبونيه والمحسوبيه، راه فلوس الماء كيديهم الماء وفلوس اللبن كيديهم زعطوط. فهذا مسار يعني أنا أعتز به وهذا التكريم أعتز به، وأتمنى إن شاء الله أن أكون في مستوى هذه المسؤولية وهذه الثقة. لا تبارك الله عليك السي مبديع، فعلا كنتي في المستوى، راجل مسؤول بمعنى الكلمة. وخير دليل على هذا الشيء هي الشهادة الطبية اللي قدمتي للفرقة الوطنية باش ما تحضرش للتحقيقات بخصوص التهم الموجهة ليك. وفي نفس اليوم اللي تحررت فيه الشهادة الطبية في الفقيه بن صالح،